فقرة البلاغات بنتكلم فيها عن حالات بتعاني من غياب حقوق الإنسان في مصر. أول حالة عندي هي حالة إخفاء قصري لمؤمن أبو رواش محمد من محافظة الجيزة. نتابع مع بعض الحالة. الاسم مؤمن أبو رواش محمد، العنوان فيصل محافظة الجيزة، السن 27 عام، المهنة ليسانس ألسن إيطالي جامعة المنيا، مختفي من يوم 11/1/2019 ولم يستدل على مكانه حتى الآن. 27 سنة ومختفي قسريا من 11 يناير. معايا والدة مؤمن على التليفون. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. قولي لي من وقت اختفاء مؤمن لحد النهاردة إيه الجهود اللي قمتوا بيها؟ يعني بعتوا للمحامي العام، للنائب العام، سألتوا في الداخلية، ولا يعني ما كانش فيه جهد من دول؟ لا، احنا من يوم ما اختفى يوم 11 يناير 2019 لغاية الآن واحنا بنعمل بلاغات وبنعمل بلاغات للنائب العام والمحامي العام ووزير الداخلية ووزير العدل ورئيس المجلس الأعلى هو الإنسان، وعملنا محضر تغيب في الاسم اللي هو تابع ليه اسم الهرم، وعملنا قضية في مجلس الدولة، وكل الطرق سلكناها، لكن للأسف لغاية دلوقتي ما نعرفش عنه أي حاجة. ولا أي أخبار ولا حد تكلم عن أنه مثلا جات له أخبار أن يشوفه في الحتة الفلانية، ولا حد اداكوا أي بيانات عن مكان احتجاز مؤمن؟ لا، ولا اي حد ادانا اي معلومه عن مكان احتجازه، وما نعرفش هو سبب كمان احتجازه ايه او سبب اختطافه ايه. وهو اساسا من الفيوم، لكن كان سكنه في الجيزه علشان شغله كان هناك، وهو كان من شغله لبيته ومن بيته لشغله. طيب لو حضرتك عندك بلاغ حابه تقدميه على الهواء، يعني عندك مطلق الحريه تقدمي البلاغ لاي فرد او لاي شخصيه في الدولة. طبعا بقدم بلاغ لجميع المسؤولين اللي يقدروا يدلوني عن مكان ابني، وانا قلبي محروق على اثنين مش على واحد. انا ابني معتقل من 5 سنين، ابني الصغير معتقل من 5 سنين لغاية دلوقتي، هو في السجون. وغير كده كمان ابني مؤمن اللي هو بقاله دلوقتي 6 شهور ويوم ما عرفش عنه اي حاجه. ربنا ان شاء الله يكتب الفرج ويكونوا معاكي هما الاثنين في القريب العاجل. اتمنى يكون البلاغ المقدم من والده مؤمن ابو رواش محمد وصل، واتمنى انها تنعم او تسعد بحقها الطبيعي ان اولادها يكونوا جنبها خاصه في السن الكبير.